هلا والله. اليوم جايب لكم لعبة بسيطة جدا على الجوال. اللعبة اليوم اسمها عاصفة السفن. اللعبة هذه فكرتها شوي استراتيجية. طبعا الهدف من المقطع ده هو شرح بسيط للعبة لا اكثر ولا اقل. راح اوريكم وش اللي موجود فيها. طبعا اللعبة مجانية، موجودة على الاندرويد وموجودة على الاي او اس. روابط تحميل حقتها موجودة تحت الديسكريبشن اذا حاب انك تحمل اللعبه. اوكي، طبعا تبدا اول شيء في اللعبه انك تسوي لك شخصيه. بعد ما تخلص الشخصيه حقتك تبدا تطور الشخصيه من الصفر. طبعا الفكره كلها من اللعبه ان عندك اسطول سفن. الاسطول السفن حقك، فرضا على سبيل المثال تدخل على التشكيله، هذا اسطول السفن حقي مثلا. تقدر تشوف السفن وتقدر تشوف وش الاشياء اللي انت حاطه على السفن برضو. الفكره كلها من اللعبه انك تحاول انك تطور التشكيله حقتك او السفن حقتك عشان تسوي المهمات اليوميه وتسوي معارك اللي زي طور القصه موجود في اللعبه. بوريكم اياها بعد شوي. فخلنا ندخل على الاشياء اللي موجوده هنا. مثلا الترسانة على سبيل المثال، هذا تعطيك كل انواع السفن اللي تقدر تنتجها انت. طبعا هذه تجيبها عن طريق البلو برنت، الاشياء اللي تجمعها بحيث انك تخليك تسوي السفن هذيك. هذه بالنسبه للترسانة. الشيء الثاني اللي هي مصفات النفط. مصفات النفط ميزتها انه تجمع النفط كل يوم 5 مرات. الميزه في النفط انه تساعدك على انك تسوي المهمات اليوميه. المهمات اليوميه تعطيك قروش، تعطيك بلو برنت، تعطيك اشياء مره كثيره. نجي للشيء الثالث اللي هو الفيلق. الفيلق هو زي الكلان. الكلان حقي هذا موجود اللي هو S4 جيمر. اذا حاب انك تدخل معي وندعس وجيه العالم. طبعا ما تقدر تضيف الا 30 واحد في الفيلق حقك. ما في اعضاء حاليا، ما في الا انا قلب الاسد لوكا. يشبه توم هانكس بالمناسبه الشخصيه حقتي، ما ادري ليش. اوكي، ندخل للشيء الرابع اللي هو المقر. المقر تدخله كل يوم تلقى فيه الفرص، تعطيك فوائد. مثلا الفرصه هذه تعطيني 41,000 قرش. اوكي، فبشكل يومي تقريبا يجيك 6 فرص. الست فرص هذه تعطيك قروش. مركز الابحاث هذا ميزته انه تسوي زي تطور الذخيره حقتك. مثلا تطور الطيارات اللي عندك، تطور الاله حقت الماكينه حقت السفينه نفسها، الكهرباء، الفولاذ، كل هذا تقدر تطوره بقروش الين توصل ليفل 29. بعد ال 29 تحتاج الشيء اللي فوق على اليمين هذا اللي موجود هنا. الشيء الاخير اللي هو المينا. المينا موجوده فيه كل السفن حقتك، تقدر تسوي لها ترقيات، وبرضه تقدر تسوي ترقيه للمهارات اللي موجوده. طبعا تحتاج لكل مهاره بلو برنت معين. عشان تجيب البلو برنت هذه لازم تهجم على الناس، تنهب منهم، ففيها تخطيط مو بصاحي. وتقدر تسوي تقاعد للسفن بعد. خلني اوريكم المهمات على سبيل المثال. أبدخل في المهمات أول شيء. فرضاً عندي هنا المهمات السهلة اللي هي كنز القراصنة. تقدر تدخل هنا. أنا سويتها مرة قبل، تسوي مرتين في اليوم ويستهلك منك 10 نفط. فأنا سويتها اليوم مرتين. الميزة فيها أنه تدخل تتحارب مع سفن، وبعد ما تحارب مع السفن تاخذ منهم قروش. هذه انا سويتها. خلينا ندخل مثلا على هذه. اوكي، هذه مثلا خط النقل الاطلسي مثلا. الفرص المتبقية يوم 2. ندخل على اليوم ونوريكم اياها. طبعا حتشوف السفن حقتك والسفن حقت الاعداء تحاربون. انا مسرع الحرب، حاطه 3 لانه يطول جدا. اوكي، ممتاز. بعد ما فزنا في الجيم هذا يعطينا شيء اسمه نقاط تكنولوجيا. نقاط تكنولوجيا تفيدك تصلح السفن حقتك، وبعد ما تصلح السفن حقك يصير اعلى مستوى السفينه، فتصير اقوى السفينه. اوكي، خليني اوريكم شيء ثاني اللي هي المعركه. المعارك اللي موجوده، طبعا انت تخلص اغلب الخرائط. انا اوريكم الخرائط اللي انا خلصتها. مثلا هذه اول خريطه، خلصت كل المناطق هذه. تخلص المناطق هذه بعد في القسم الثاني من الخريطه عندك القسم الثالث هذا. خليني بوريكم مثلا واحده من المعارك اللي موجوده هنا. هذا زي ما تقول زي الكامبين في اللعبه، زي طور القصه في اللعبه. كل ما وصلت اعلى كل ما صارت المعارك اصعب. حلو، فزنا في هذه. تقدر تروح بعدين توصل للبوس الاخير او الوحش الاخير في المنطقه هذه. بعد ما توصل له يعطيك زي البلو برنت للسفينه، مره كويسه. طيب، خلينا نتكلم عن شيء ثاني بعد موجود. طبعا عندك الخصائص اللي موجوده، الكتيب عشان يعلمك بعض الاشياء اللي موجوده عندك. عندك تبادل، تقدر تتبادل انت واخوياك بعض الاشياء في اللعبه. عندك المزايا لكل سفينه. طبعا المزايا تجيك بعد ما تطور اشياء مره كثيره. عندك الاصدقاء، تقدر تضيف ناس ويقدر الناس يضيفونك، فشيء مره كويس. عندك الفعاليات، هذا شيء مره كويس. هذه تقدر انك تجي كل يوم هنا وتاخذ مثلا من بين الساعه 12 الى الساعه 4 مثلا، يمكن الحصول على 60 نفط تقدر تاخذها. هذه فعالية مثلا. هدية هذه بعد ما تدخل مثلا 8 ايام 9 ايام 10 ايام،
تقدر تاخذ الهدايا هذه. هذه مثلا عندك انك تحضر بعد الايام الثانيه، عندك مثلا الجدول، الجدول ذا كل يوم له هديه معينه، مثلا دخلت اليوم الاول يعطيك كذا، دخلت اليوم الثاني يعطيك مثلا نفط، دخلت اليوم الثالث يعطيك الرسم مثلا، يعطيك اليوم الرابع ذخيره تدريب. في فعاليات مره مره كويسه في اللعبه تخليك تتحمس عليها. صار لي كم من يوم العبها، صار لي تقريبا اظن اسبوع ونص العب اللعبه، والى الان احس اني مستمتع فيها. ادخل اخلص المهمات اللي عندي اليوميه واطلع، احاول اني انهب من الناس وامشي. مره مره كويس. خلني اوريكم النهب في اللعبه كيف يكون. اوكي، بالنسبه للنهب تدخل على المهمه، بعد ما تدخل على المهمه تروح للميدان، بعد ما تدخل على الميدان تلقى الناس اللي موجودين. طبعا هذا الليفل حقي هنا انا 3332 ليفل 50، وفوقي واحد ليفل 17، راح نهجم عليه واوريكم ايش اللي يصير بالضبط. اغلب سفنه ابو كلب، فاتوقع اني راح اهزمه بالراحه. اوكي، فزنا عليه، اعطونا تصنيف الميدان واعطونا 3 شرف، مره شيء كويس. بعدين تسوي اغلاق، تقدر تروح تهجم على احد ثاني بعد على طول بعدها، يعني ما يحتاج انك تنتظر. سويت مثلا قبل شوي مره، بقالي 7 مرات اليوم، ما تقدر تقعد تهجم على العالم طول اليوم، يعطيك فرصه انك تستوعب وش اللي قاعد يصير. كان عندي اليوم بالنسبة للعبة عاصفة السفن. اللعبة موجودة على الاي او اس وموجودة على الاندرويد، روابط التحميل كلها موجودة تحت في الديسكريبشن. اذا اعجبك المقطع لايك جدا جدا يفيد، وعطني تحت في الكومنتات اذا دخلت الفيلق عندي، عطني خبر انك دخلت واسمك عشان اعرف مين انت، وخلنا نسيطر على المحيط مع بعض. ان شاء الله المقطع عجبكم، الله يعطيكم العافية على الدعم اللي دائما تقدمون لي اياه. ابشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاية. تيك كير، كيب سمايلينج، سلام عليكم.